إيصال ما سيسدولم بعجان دانين وصدولم خيار ودسدولم بيفاز ما دانيني تكاليف بعجان وخياري قلكي مكلفين والله إيصال دولم تقريبا $60 يصير مكلفي وأسعار جي حاليا مناسب بس مواد قلكي بهاني ومازوتنا متوفرة يعني أنا بكيدن أسعار باش بالنسبه للخضار وللخضار الانتاج المحلي الخضار هي بشكل عام بندوره خيار فاصوليه فليفله حلوه يعني حلوه وحاده بجميع انواعها كوسه باذنجان اسود جديد بلشت اسعارها كثير صارت متاقلمه مع بالنسبه للاسعار الخارجيه فرق كثير كبير بين الاسعار الحاليه والاسعار القديمه يعني الانتاج المحلي انتاجه كتير كويس عم بيغطي المنطقة والزيادة كمان فرق الأسعار كتيرة مثلا البندورة كانت أسعارها من 3000 لل 4000 حاليا البندورة من 750 ليرة لل 1000 ليرة الخيار الخارجي كانت أسعاره من 2500 لل 4000 اليوم أسعاره من 200 ليرة لل 800 ليرة حسب الخيار وخشن وسط ناعم يعني